بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من مادة الرياضيات للصف الثالث إعدادي الجزء الأول. درسنا اليوم هو عبارة عن حل المعادلات الخطية بيانيا. أهداف الدرس اللي إن شاء الله راح نحققها اليوم هو حل المعادلات الخطية بيانيا وكذلك حل المعادلات الخطية جبريا. الآن ننتقل إلى تمهيد للدرس. يبين الشكل المجاور المبلغ المتبقي بعد أن يدفع أحمد عدداً من أقساط تكلفة تقويم أسنانه، والذي تمثله الدالة باء يساوي سالب 85,000 زائد 510، حيث ألف عدد الدفعات وباء المبلغ المتبقي. الآن ننتقل إلى السؤال الأول. ما المبلغ المتبقي بعد تسديد 5 دفعات في اعتقادكم أعزائي الطلبة؟ كيفية إيجاد المبلغ المتبقي؟ الإجابة راح تكون 85 دينار تقريبا. كيف تم إيجاد 85 دينار؟ تم التعويض في المعادلة بحيث التعويض في قيمة ألف، استبدلنا قيمة ألف بخمسة وأوجدنا 85 دينار. السؤال الثاني، كيف نستعمل التمثيل البياني لإيجاد عدد الدفعات الكلية؟ كيف يمكننا ذلك أعزائي الطلبة؟ طبعا راح نلاحظ من خلال الرسم البياني بأن المقطع السيني يساوي هنا 6، وهو يمثل عدد الدفعات الكلية. حل المعادلة الخطية بيانياً، الدالة الخطية هي دالة تمثل بيانياً بخط مستقيم. أبسط دالة خطية هي دال سين يساوي سين، وتسمى الدالة الأم لمجموعة الدوال الخطية. حل المعادلة يساوي جذر المعادلة ويساوي صفر المعادلة، بما معناه بأن حل المعادلة هو نفس المقصود بجذر المعادلة هو نفس المقصود بصفر الدالة، ولكن بمسميات أخرى. حل المعادلة هي أي قيمة للمتغير تجعل المعادلة صحيحة، وللمعادلة الخطية جذر واحد على الأكثر. في التمثيل البياني للمعادلة صاد يساوي 2 س ناقص 8، راح ألاحظ بأنها تمثل بخط مستقيم. 4 هو المقطع السيني، راح ألاحظ المقطع السيني هنا النقطة عند المقطع السيني، راح ألاحظ بأنها تساوي 4. 4 هي كذلك حل المعادلة 2 س ناقص 8. كيف ذلك؟ لأن عند التعويض بقيمة س راح ألاحظ بأن 2 في 4 8، 8 ناقص 8 يساوي 0، وهي تحقق المعادلة تجعل المعادلة صحيحة. والأربعة كذلك هو جذر المعادلة. 4 هو صفر الدالة، دال س يساوي س ناقص 8، وذلك لسبب، لأن عندما ص تساوي 0 بلاحظ بأن المقطع السيني هنا يساوي 4. ننتقل إلى المفهوم الأساسي للدالة الخطية. الدالة الأم دال سين يساوي سين. نوع التمثيل البياني أعزائي الطلبة من خلال الرسمة نلاحظ بأنه خط مستقيم. المجال راح يكون جميع الأعداد الحقيقية، وكذلك المدى جميع الأعداد الحقيقية. ننتقل إلى أول مثال. حل المعادلة 2 س زائد 1 يساوي 7 جبريا ثم بيانيا. فإذا المطلوب هنا جبري وبياني.
فإذا لحل المعادلة جبريا 2 س زائد 1 يساوي 7 بطرح الواحد في طرفي المعادلة. فإذا أنا بحاول أولا أجعل المتغير في طرف وبقية المعادلة في طرف آخر، فبالتالي راح أولا أتخلص من موجب واحد، فإذا بطرح واحد في طرفي المعادلة. الخطوة الثانية 2 س زائد 1 ناقص 1 يساوي 7 ناقص 1. بلاحظ هنا بأن العدد مع نظيره الجمعي راح يعطيني 0. فإذا بالتبسيط راح ينتج بأن 2 س يساوي 6، لأن 7 ناقص 1 يعطينا 6. الآن بقسمة طرفي المعادلة على 2، فإذا الناتج س يساوي 3، فإذا حل المعادلة هو 3. الآن ننتقل إلى حل المعادلة بيانيا. نمثل الدالة المرتبطة ب 2 س زائد 1 يساوي 7. لكتابة المعادلة المرتبطة بالدالة نجعل أحد طرفي المعادلة صفرا، ثم نضع دال س أو ص بدلا من الصفر. الآن 2 س زائد 1 يساوي 7، فإذا أحاول أني أجعل المعادلة أولا تساوي الصفر. فإذا أطرح 7 من طرفي المعادلة لجعل المعادلة تساوي الصفر. فإذا راح ينتج 2 س زائد 1 ناقص 7 يساوي 7 ناقص 7. 7 ناقص 7 راح ينتج ب 0. الآن تم جعل المعادلة تساوي صفر. الآن نستبدل الصفر إما بدال س أو صاد. فإذا تم استبدال الصفر بدال س أو بصاد. فإذا عندي دال س يساوي 2 س ناقص 6 أو صاد يساوي 2 س ناقص 6، وتسمى بالدالة المرتبطة. الآن للتمثيل البياني طبعا راح اللي هو نرسم جدول ونضع قيم لس. تم اختيار هنا قيم 4 و 5، يمكنكم اختيار أي قيمة لس. يتم التعويض هنا بالمعادلة باستبدال قيمة س بأربعة أولا، 2 في 4 8، 8 ناقص 6 راح ينتج بأن الإجابة راح تكون 2. فإذا الزوج المرتب الأول راح يكون 4 و 2. عند وضع قيمة س تساوي 5 راح ينتج 2 في 5 10، 10 ناقص 6 4. فإذا الزوج المرتب الثاني 5.4. الآن يتم تمثيل الأزواج المرتبة 4 و 5. طبعا راح ألاحظ من خلال التمثيل البياني 1 2 3 4، 1 2 3 4، راح ألاحظ بأن 4 و 2، الزوج المرتب 5 و 4. الآن نصل بين النقطتين. فإذا المقطع السيني يساوي 3 وهو يمثل حل المعادلة. راح ألاحظ بأن المستقيم قطع محور السينات عند النقطة 3، فإذا الثلاثة تمثل حل المعادلة. وراح ألاحظ هنا بأن الحل الجبري نفس الحل البياني، يساوي الحل البياني ويساوي هنا من خلال المثال 3. الآن ننتقل إلى مثال آخر. حل المعادلة 0 يساوي نص س زائد 3 بيانيا. المطلوب هنا بيانيا. أولا نضرب طرفي المعادلة في 2، طبعا هنا للتخلص من الكسر. ف
فإذا راح نضرب طرفي المعادلة في 2، 2 في 0 0، طبعا 2 في نص س راح يعطيني س، و2 في 3 يساوي 6. هنا راح يتم التوزيع لأن يوجد قوس، بستخدم خاصية التوزيع. نمثل الدالة المرتبطة بالمعادلة، فإذا بما أن بيانيا يجب التأكد بأن المعادلة صفرية. بعد التأكد من أن المعادلة صفرية نستبدل الصفر بدال س أو يتم استبدالها بصاد، فإذا لارتباط الدالة بما أن أحد طرفيها صفر نضع دال س أو صاد بدلا من الصفر، فإذا راح تكون صاد يساوي س زائد 6. راح ألاحظ بأن تم استبدال الصفر بصاد. الآن يتم تكوين الجدول، طبعا يتم فرض قيم لسين، تم اختيار هنا قيمتين لسين صفر وواحد. عند التعويض في المعادلة راح ألاحظ بستبدل قيمة سين بصفر، فإذا صفر زائد 6 راح يعطيني 6، فبالتالي الزوج المرتب الأول 0 و6. الزوج المرتب الثاني طبعا 1 و7، وذلك لأن تم اختيار قيمة لسين وهي 1، فإذا 1 زائد 6 7، فإذا الزوج المرتب 1.7. الآن عند التمثيل طبعا راح ألاحظ الصفر والستة، طبعا هني 1، هني -1، -2، -3، -4، -5، -6. عند تعيين الزوج المرتب الآخر اللي هو 1 و7، الآن نصل بين النقطتين، راح ألاحظ بأن المقطع السيني هنا يساوي -6، وهو يمثل حل المعادلة بما أن المستقيم قطع محور السينات عند النقطة -6، فإذا -6 يمثل حل للمعادلة، فإذا حل المعادلة هو -6. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب حل المعادلة 3 س ناقص 7 يساوي -1 جبريا ثم بيانيا، ولكم من الوقت 3 دقائق.
انتهى الوقت أعزائي الطلبة، بارك الله فيكم. والآن نستعرض الإجابة الصحيحة معا. الحل الجبري طبعا راح يكون 2. الآن ننتقل إلى البياني، طبعا بعد التأكد من وضع المعادلة تساوي 0، وبعد استبدال الصفر بصاد أو دال سين نرسم المعادلة بتعيين الجدول ووضع قيم لسين. طبعا بلاحظ بأن من خلال الرسم البياني كذلك بأن المستقيم قطع محور السينات عند الاثنين، فإذا المحور السيني هو 2 ويمثل حل المعادلة، فإذا الإجابة حل المعادلة هو 2. الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى فكرة ومثال آخر. حل المعادلة 3 س زائد 7 يساوي 3 س زائد 1 جبريا وبيانيا. فإذا أول خطوة للحل الجبري يتم طرح الواحد من طرفي المعادلة، يتم التبسيط. طبعا راح ألاحظ بأن 1 - 1 هنا راح يعطيني 0. 3 س زائد 7 - 1 راح ينتج 6، فإذا 3 س زائد 6 يساوي 3 س. الآن بطرح 3 س من طرفي المعادلة، فإذا راح ينتج بأن 3 س ناقص 3 س هنا راح يعطيني 0، و 3 س ناقص 3 س كذلك راح ينتج 0، فإذا الباقي 6 يساوي 0. بما أن العبارة غير صحيحة، هل 6 يساوي 0؟ لا، فإذا العبارة غير صحيحة، لذا المعادلة ليس لها حل. فإذا كانت العبارة غير صحيحة فإن لا يوجد حل للمعادلة. الآن ننتقل إلى الحل المعادلة بيانيا بنفس الخطوات السابقة. طبعا الدالة المرتبطة هي دال س يساوي 6. طبعا في الجبري وصلنا إلى 6 يساوي 0، فإذا نستبدل الصفر بصاد أو دال سين، فإذا تم استبدالها بدال سين يساوي 6. الآن راح نكون الجدول. طبعا تم وضع قيم لسين، اختيار قيم لسين، تم اختيار الصفر واختيار الواحد. فإذا عندما تكون قيمة س تساوي 0، فإذا ص راح تساوي 6، فإذا الزوج المرتب 0 و6، وعند قيمة س تساوي 1 كذلك ص تساوي 6. الآن من خلال الرسم البياني 0 و6 1 و6، أصل بين النقطتين راح ألاحظ بأن لا يوجد مقطع سيني، لا يوجد تقاطع بين المستقيم وبين المحور السينات، لذلك فإن المعادلة ليس لها حل. الآن ننتقل إلى تدريب أعزائي الطلبة. حل المعادلة 2 س ناقص 4 يساوي 2 س ناقص 6 جبرياً وبيانياً، ولكم 3 دقائق.
انتهى الوقت أعزائي الطلبة، بارك الله فيكم. والآن نستعرض الإجابة الصحيحة معا. طبعا لحل المعادلة جبريا راح تكون الإجابة بأن العبارة غير صحيحة، 2 يساوي 0، العبارة غير صحيحة، لذلك المعادلة ليس لها حل. والحل البياني راح ألاحظ بأن الرسمة تكون بهذه الصورة، بحيث أنه طبعا راح أكتب الدالة المرتبطة اللي هي صاد يساوي 2، راح يتم تعيين الاثنين، وراح ألاحظ بأن المستقيم لا يقطع المحور السينات، فإذا لا يوجد مقطع سيني، لذلك المعادلة ليس لها حل. الآن ننتقل إلى مثال جديد. تعبر الدالة فاء يساوي 200 ناقص 50 نون عن بعد حافلة عن موقف الحافلات الذي تسير نحوه بعد نون ساعة من الانطلاق. أوجد صفر الدالة وصف ما يعنيه في هذا السياق. تذكر أن حل المعادلة يساوي جذر المعادلة يساوي صفر الدالة. لذا نحل المعادلة جبرياً أو بيانياً، ويكون حل المعادلة هو صفر الدالة. أولاً حل المعادلة بيانياً. طبعاً راح نكون الجدول. الجدول هنا هو عبارة عن نون، وهو عبارة عن الزمن في محور السينات، وكذلك هو عبارة عن فاء، وهو يمثل المسافة في المحور الصادي. يتم وضع قيم لنون، وهو صفر، تم اختيار اللي هي قيمة الصفر وقيمة الواحد. فإذا أول خطوة يتم التعويض عندما نون تساوي صفر، فإذا تم التعويض بقيمة نون صفر. 50 في صفر طبعا راح يعطيني صفر، فإذا 200 ناقص صفر 200، فإذا يتم تعيين النقطة صفر و200، فإذا الصفر و200. الآن عندما تكون قيمة نون تساوي واحد، فإذا يتم تعويض بقيمة نون واحد، فإذا 200 ناقص 50 راح يكون 150، فإذا الزوج المرتب الآخر اللي هو 1.150. الآن راح نصل بين النقطتين. طبعا بما أن المستقيم قطع محور السينات عند النقطة 4، راح ألاحظ بأن قطع عند النقطة 4، فإذا المقطع السيني هنا يساوي 4، وهو يمثل حل للمعادلة. فإذا صفر الدالة يساوي 4، وهذا يعني أن الحافلة ستصل الموقف بعد 4 ساعات. تابع للمثال. أوجد صفر الدالة وصف ما يعني في هذا السياق، ولكن الآن سيتم الحل بصورة جبرية. ثانياً حل المعادلة جبرياً. فإذا أولاً فاء يساوي 200 ناقص 50 نون. الآن طبعاً بالتعويض بفاء صفر، إضافة 50 نون إلى طرفي المعادلة. طبعاً راح ألاحظ سالب 50 نون زائد 50 نون راح يعطيني صفر. صفر زائد 50 نون، 50 نون يساوي 200 بالتبسيط، بقسمة الطرفين على 50، فإذا النون تساوي 4. والمقصود من ذلك صفر الدالة يساوي 4، وهذا يعني أن الحافلة ستصل إلى الموقف بعد 4 ساعات.
الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب. إذا كانت الدالة صاد يساوي 15 من مئة س ناقص 4.5، تمثل الربح الذي يحققه مقصف مدرسة عند بيع س قطعة من البيتزا. أوجد صفر الدالة، وصف ما يعني ذلك في سياق هذه المسألة، ولكم أعزائي الطلبة 3 دقائق للحل. انتهى الوقت، أحسنتم أعزائي الطلبة، والآن نستعرض الإجابة معا طبعا من خلال المثال السابق. بنفس الطريقة راح طبعا نستبدل صاد بالصفر وراح نحل المعادلة، وراح ينتج بأن صفر الدالة يساوي 30، وهذا يعني أن المقصف يجب أن يبيع 30 قطعة من البيتزا قبل أن يحقق ربحاً. للمزيد أعزائي الطلبة من التمارين يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثالث إعدادي الجزء الأول صفحة 31 وصفحة 32، وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكراً.